ممكن تسيبني أشتري عمري. أنغام تفضح أصالة: تعمدت الإساءة لي ولن أسامحها. نكشف تفاصيل معاناتها من هذا المرض لأول مرة. تحدثت الفنانة المصرية أنغام لأول مرة عن سبب رفضها قبول اعتذار صديقتها الفنانة السورية أصالة، مؤكدة أن الأخيرة تعمدت الإساءة لها ولذلك من الصعب أن تسامحها. وقالت أنغام في مقابلة إذاعية لها على راديو أنرجي إيجيبت مع وائل منصور وزهرة رامي بمناسبة اختيارها نجمة شهر يناير، إنها بالفعل لم ترد على اتصالات صديقتها السابقة أصالة طوال الفترة الماضية، وقالت إنها شخص يسامح بسهولة وسامحت العديد من الأشخاص، لكنها لا تحب تعمد الإساءة ووصفتها بأنها مثل قتل العمد. أني لطلتك هيبة كما هيبة ملك. وأضافت: في فرق بين الغلط وإني غلطت فيكي وإني تعمدت الإساءة ليك أكثر من مرة، الأخيرة ما يمكنش التسامح فيها. ومن ناحية أخرى وخلال اللقاء، كشفت أنغام عن علاجها من الاكتئاب لمدة 4 سنوات من قبل، لكنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماما وأصبحت تتفائل وتنظر للنعم التي تتواجد في حياتها. وعلقت أنغام أيضا على أزمة فيلم أصحاب والأعز، كاشفة عن ضيقها من الجدل المثار عقب عرض الفيلم وتدني لغة التعليقات وتوجيه عبارات غير مهذبة لنجوم الفيلم، لافتة أن العمل مقتبس من الواقع وعدم الاعتراف بوجود مثل هذه النماذج في المجتمع أمر خاطئ، مشيرة إلى أن تضمين الدين والتقاليد في مثل هذه الأمور أمر غير صائب. هذا وكانت أعادت الفنانة السورية أصالة أزمتها مع الفنانة المصرية أنغام إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد قيامها بحذف منشور اعتذارها منها عن صفحتها الخاصة على انستغرام. وكانت كتبت أصالة في منشورها الذي نشرته في شهر نيسان الماضي وتوجهت فيه بالاعتذار علنا من أنغام: بدون مقدمات بدي أقدم اعتذار للغالي الصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير، وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار، لو شو ما كان رد نغومي أنا بقبل وبقدر. وردت أنغام حينها على أصالة بإعادة نشر اعتذاري الأخيرة وعلقت عليه: كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك إنه عندك شجاعة الاعتذار، وبرغم كل اللي حصل ما أقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفى الله عما سلف. وبدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام قبل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.